جمهور الحبيب، جمهور الإبداع في كل مكان، وجمهور برنامجنا الإبداع لا ينتهي. معنا بطلة من أبطال العمل المسرحي ظل العظيم، الفنانة هنخليها هي تعرفنا على نفسها. الفنانة جميلة مبدعة أسماء عوض. يا أهلا وسهلا أستاذة أسماء، يا أهلا وسهلا. وأنت مبدعة بصراحة، اللي أنا شفته على المسرح ده إبداع من نوع خاص. يا أهلا وسهلا بيكي. في البداية طبعا أحبك تكلمينا عن دورك في العمل وإزاي الموضوع كان ماشي معاكي. تحكي لنا سومري صغير كده عن الموضوع ماشي معاكي إزاي. أنا دوري من عامة الشعب. النهاردة بيتكلم عن اللعنة أو البؤة إليها من أساطير اليونان. فبيتكلم عن أثر النبوءة دي على الشعب واللعنة اللي حلت على الشعب بسبب النبوءة اللي اتحققت. بالظبط. تمام. أنا كان لي الشرف طبعاً إن أنا أشترك مع أستاذ خالد العيسوي في حاجة زي كده. يمكن أنا من آخر الناس اللي اشتركت معاه في العرض، عشان كده كان الوقت كان ضيق. أيوة. بس الحمد لله إن إحنا يعني قدرنا نعمل حاجة كويسة تبسط الناس، ويعني الحمد لله إن شاء الله. لا، العرض رائع بصراحة، وكل الوجوه الشابة اللي أنا شفتها على خشبة المسرح تنبئ بجيل محترم من فنانين وممثلين مسرحيين، وزي ما بيقولوا إن المسرح هو الأساس. طيب بدايتك كانت من فين يا أستاذة، وشايفة رؤيتك ماشية إزاي؟ أنا الحمد لله بدأ مسرح من وأنا في خمسة ابتدائي، بس كنت تابع مراكز الشباب وزارة. أيوة. الثقافة برضو، بس مراكز الشباب أول اشتراك ليا تبع أصول الثقافة العرض ده، طبعاً ده شرف كبير ليا يعني الحمد لله. شايفة أن الدنيا بجد المسرح أبو الفنون، بيناقش حاجات مهمة، بيناقش الإنسان، بيعلم الإنسان حاجات كتير جداً، وخصوصاً في الحياة العامة بيديله استيعاب وحسن تفكير ان هو يدبر الحياة العامة وازاي يواجه المواقف الحيادية العادية. فأهم حاجة المسرح طبعا يعني ابو الفنون زي ما بيقولوا. احب برضو اسالك يعني التجربة، شايفة التجربة دي بالنسبة لك ازاي؟ لا هي طبعا تجربة جميلة جدا، وانا اتشرفت ان انا كنت فزت كاست كبير زي الكاست اللي احنا فيه النهاردة، ومع المخرج الكبير خالد العيسوي. طبعا انت شرف كبير ليا ان انا اشتغلت معاه ومع الفرقة، ومع ان في ناس كتيرة منهم اول مرة يقف على خشبة المسرح، بس الحمد لله ان هم كانوا بيتعاملوا باحتراف، والحمد لله احنا الجو ما بيننا اسري جدا اكتر ما هو فني. بس ان احنا بنقف على خشبة المسرح، لا احنا تقريبا كلنا بقينا عيلة واحدة، ودي حاجة جميلة جدا. دي اهم شيء ان قصة العمل تكون عيلة واحدة. أكيد. لان ده بيدعم العمل كتير، بيدعم العمل الفني جدا، وبيبين كمان على المسرح قد ايه التفاهم بيننا كلنا الحمد لله، ودي حاجة كويسة جدا طبعا ان احنا عملناها. يعني احب اسألك بقى عن الـ يعني بطل العمل الكبير الاستاذ المخرج خالد العيسوي، شايفه تجربتك معاه ازاي في الشغل دوت؟ طبعا استاذ خالد من الفنانين الكبيره اللي انا كنت بتمنى كتير قوي ان انا اشتغل معاهم، والحمد لله يعني صادفني الحظ ان انا اشتغل معاه. هو تعب معانا كتير جدا، كان بيهتم بكل التفاصيل الصغيره قبل الكبيره، فخلى العرض شكله متكامل الحمد لله. اهتم جدا بادق التفاصيل، الملابس، الديكور، الحركه، الاداء الساكت، حتى الصامت اللي احنا كنا شغالين بيه الحمد لله كان مطلعنا شكلنا حلو. بيهتم بالممثل اكتر ما بيهتم حتى فعلا النتيجه كانت رائعه، فكان الحمد لله انتاج شغل عالي جدا. واختياره طبعا لنص تقيل وكبير زي ده طبعا ده يدل ان هو حد فنان عظيم يعني. طبعا انا ما اقدرش اجي جنبه في اي حاجه. لا 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 لا، ده اخونا المخرج الاستاذ خالد يعني حاجه عظيمه بصراحه. السومري والنتيجه اللي احنا شفناها من عرض كبير زي دوت بتقول ان احنا امام شخصيه مبدعه فعلا. طبعا. طيب رساله توجهيها للشباب اللي لسه مبتدئ، بما ان دي اول تجربه ليكي تحب تقول لهم ايه؟ انا اول تجربه ليا تبع قصر الثقافه، بس طبعا احب اقول للناس كلها يا ريت تنموا المواهب اللي عندكم، كان تمثيل او مسرح او اي حاجه تانية. اي موهبه بتبقى مديه الحياه طعم تاني، بتطلع الطاقه اللي جوه الشاب، فدي حاجه مهمه جدا ان احنا لازم نطلعها قدام مكان صح، مكان محترم تبع الدولة، عشان خاطر في أماكن تانية بتبقى للأسف بتبقى يعني
مش صادقة في تنفيذ وعودها وكده. والله يعني انت شرفتينا فنانة، ويعني كان شرف عظيم لنا ولجمهورنا ان احنا نلتقي بفنانة موهوبة زيك. اتمنى نشوفك في اعمال محترمة كتير ان شاء الله، على هذه القبيلة طبعا، اعمال ثقافية للتنوير العقول. حلو، وهو ده اللي بيهمنا مع الاجيال اللي بتشوفنا، ان احنا نطلع ونصعد بعقولهم. كنت منوراني ومنوره الابداع لا ينتهي، واتمنى اشوفك تاني ان شاء الله. كل النجاح وكل التوفيق ليكي، واحييكي. ميرسي حبيبي، شكرا لحضرتك، نورتي الدنيا.